ومن الفوائد أن كلمة حنيفة الحنف هو ميل في الأقدام، فإذا مشى الإنسان وكان أحنف فإن مشيته لا تكون مشية على المعتاد، فسمي من هو متمسك بالتوحيد بأنه حنيف. لما؟ هذا فيه تكريم وتشريف لهذا المسلم الموحد. لما؟ قد يقول قائل الحنف ميل في الأقدام على خلاف ما اعتاده الناس في المشي، فنقول هذا تشريف. لما؟ لأن إبراهيم عليه السلام أتى وحده ومال عما اعتاد عليه أهل زمانه من الشرك بالله عز وجل، ووقف وحيدا ومال عن تلك الأديان إلى دين الإسلام الحنيفية.